لا والله ولا أدري أقول حاجة على أنا خدت صدمة، يعني صدمة فظيعة جدا. احنا في اليوم ده متفقين ان احنا يوم 5 ده انه هيتصل بيا، نتفق هنتقابل يوم 6 ساعتين، يعني احنا بنحضر المسلسل مع بعض وكان المفروض ان احنا نتقابل. فسخرية القدر ان يوم 5 بدل ما يكلمني يجيلي خبر وفاته، ويوم 6 اللي المفروض ان هو كان جايلي فيه انا اروح واحضر دفنته. فانا بالنسبه لي المساله صعبه ولسه مش عارفه استوعبها.